طيب نكمل الحين الكلام في الليكتشر، حيكون يعني نفس الكلام اللي قلناه بس حنقراه مره ثانيه عشان لا نضيع شيء. هنا نجي على البلازما كليرنس، واللي قلنا ان احنا ايش هي الفوليوم اوف بلازما كليرد فروم سبستنس، يعني كميه معينه من البلازما ننظفها من ماده معينه عن طريق الكدني بير مينت، كل دقيقه ننظف جزء معين. طيب since the cleared substance is excreted in urine، يعني الشيء او السبستنس اللي احنا سوينا له كليرنس حيطلع في اليورين. So the amount cleared، يعني الكمية اللي احنا سويناها clearance equal the amount excreted in urine، يعني زي ما قلنا احنا اول في الرسمة اللي سويناها زي كذا، وقلنا ال amount اللي هي C equal BA هي نفسها ايش equal ال V multiplied by U، معناها الكمية اللي صار لها clearance واللي هي هذه المربع اللي هو 20% هذا، الكمية حقتها هي نفسها الكمية اللي طلعت في اليورين. فعشان كذا لما احسب الكليرنس قلنا ايش نقسم على BA فيصير عندنا كذا وكذا. طيب فكذا ايش الحين the amount of substance cleared by kidney per minute اللي هي السي في البي، هي نفس القانون اللي حطيناه، سي اللي هي الكليرد والكليرنس بير مينت، والبي اللي هي الكونستريشن بير ملي لتر في البلازما. بعدين the amount of a substance excreted اللي هو اليو في الفي، هذا اللي هو طلع في الاكسكريشن اللي طلع في اليورين. كذا نطلع القانون اللي احنا تكلمنا عليه قبل شوي. هنا types of clearance أو أنواع clearance نفس اللي قلناه برضو بس بطريقة جبتها بتصنيف ثاني، اللي هو إما أشياء endogenous ونسوي لها clearance أشياء من الجسم، أو أشياء دخلت لنا الجسم بعدين حنطلعها، مثل ال BAH أو ال BAHA. هنا قال BAH أو BAHA ما تفرق، برا أمينو هايبويوريك أسيد والإنيونين، هذول الأشياء إحنا ندخلهم للجسم. أما الendogenous اللي هم الكرياتينين واليوريا، وقلنا أن اليوريا نسبتها 10 أضعاف أكثر من الكرياتينين في الدم. طيب ليش إحنا ليش مهم إن نسوي measuring للكليرنس؟ أول شيء عشان نعطي idea وفكرة عن renal tubular handling of substance، عشان نشوف إيش اللي يسوي renal tubule بالضبط، عشان نسوي measuring للجفر مثل ما سوينا في إيش في الكرياتينين وفي الانيونين. تمام، لما إحنا قسنا كيف نقيس الجفر عن طريق إننا نقيس الكليرنس اوف انيولين وبرضه الكليرنس اوف كرياتينين اذا ممكن. طيب عندنا الحين اللي هو اخر شيء اللي هو الميجرمنت اوف ذا فلتريشن فراكشن. الفلتريشن فراكشن ما هو مشروح مره تحت، لكن الفلتريشن فراكشن او الفراكشن اكسكريشن اللي هو الكليرنس، طيب اقسمه على الجي اف ار. تمام، لما اقسم الكليرنس على الجي اف ار حيعطيني رقم ما بين الصفر وما بين الخمسه تقريبا، وهنا عندنا واحد. طيب الواحد هي لما لما نقسم احنا، طبعا عندنا clearance of annulin مثلا 120 على كم الجي اف ار كم 120، فبالتالي حيطلع واحد. فهنا في الواحد حنحصل الانيولين وحنحصل الكرياتينين. طيب فنعتبر ان المعيار الرئيسي حق المقارنه هو الانيولين لانه هو equal 1، فنعتبره هنا. فاقول لو كان في لو اكس كانت اكثر من الانيولين، يعني لو اكس ها لو ماده اكس طلعت مثلا 2 3 4 5، فبالتالي ايش عندها نت سكريشن، يعني عندها كلينس اعلى. يعني لو ماده مثلا كانت 2، هنا اعرف ان هذه الماده يصير لها سكريشن اكثر من الريابسوربشن، يعني انا ادف هذه الماده للتبيول اكثر من اني اخذها او ارجعها للدم، فبالتالي الكلينس حقها اعلى من الانيولين. يعني لو الانيولين ننظف مثلا 10 كل دقيقة، المادة هذه ننظف 20 كل دقيقة زي كذا. لكن لو كانت الإكس أقل من الإنيولين، كانت مثلاً 0.5 أو كانت 0 زي الجلوكوز، فبالتالي إيش هذه المادة عندها نت ري أبسوربشن، يعني هذه المادة نسوي لها ري أبسوربشن أكثر من السكريشن، فبالتالي الكليرنس حقها أقل. طيب يعني إحنا ما ننظفها كثير. طيب يعني لو ما فهمت مثلا نقدر نحسبها بطريقه ثانيه، هذه الكليرنس زي ما قلنا الفلاكشن ذا هو الكليرنس اوف سبستنس على الجي اف ار. لو قلنا مثلا الجلوكوز الكليرنس حقه كم؟ صفر على 120، اذا حسبنا صفر على 120 حيطلع صفر، فمعناها ان هذا الجلوكوز ما يصير لسكريشن ابدا، ما يصير لسكريشن ابدا ويصير للتوتالي ري ابسورب. طيب لو مثلا طلع ماده 0.5 معناها شويه شو اسمه، معناها برضو ري ابسوربشن وما في سكريشن، او يعني ما يطلع كثير في اليورين، في شويه نسبه مره قليله باليورين. طيب لو كانت مثلا 160 او 600 زي البي اي اتش، طيب 600 على 120 حطلع لي
بالنسبة للـ pH تقريبا 5، فايش الـ pH totally secreted، تمام، يطلع كامل في اليورين. طيب نجي هنا نفس الأمثلة والرسومات اللي احنا رسمناها فوق. مثلا إذا عندنا بس filtration بس without secretion without reabsorption، هنشوف جزء راح هنا وجزء كمل هنا بدون أي تداخل. طيب لو كان عندنا filtration وشوية reabsorption، طيب فجزء نزل وبعدين جزء رجع للدم، هذا كذا reabsorption. لو كان عندنا filtration وsecretion كامل not partial secretion، فجزء حيصير له filtration بعدين نكمل هنا والباقي كله حيصير له سكريشن، ما في اي شيء يعدي للفين. هنا زي ايش قلنا؟ زي البي اي اتش، هنا قلنا زي ال طبعا بايش الريابسوربشن وبايش السكريشن، يعني شويه بس اللي يصير لهم سكريشن وابسوربشن، زي الكرياتينين بس بنسبه مره قليله تقريبا تساوي، يعني ما هي اكثر من واحد، حتى نقول 0.01 في 0.2 زي كذا. عندنا اللي هو الفلتريشن كومبليت ريابسوربشن زي الجلوكوز، واللي يدخل يصير شوية فلتريشن بعدين يرجع كله للدم، لأن لو نزل في اليورين حتصير مشكلة وغالبا حيكون دايابيتك بيشنت. طيب نجي هنا على البلازما كليرنس، زي مثل ما قلنا الانيولين عنده كليرنس 125 ايكوال جي اف ار، طبعا 125 بير منت. طبعا هذا الانيولين فلترد نيذر ريابسوربد اور نوت سكريتد، زي ما قلنا انه هو لا هو ريابسوربد ولا هو سكريتد. اليوريا فلترد، اليوريا والكرياتينين دائما زي بعض، تمام، عشان كذا قلنا احنا هذول اليوريا والكرياتينين نفس بعض، بارشل سكريتد بارشلي ريابسورب، بس احنا نساويهم بالصفر. ليش؟ لان النسبه مو مره، فعشان كذا نساويهم بالصفر ونحسبهم. لكن قلنا احنا نستخدم الكرياتينين اكثر، ليش؟ لان اليوريا 10 اضعاف اكثر من الكرياتينين، فارقام عاليه ما نحتاج ندخل فيها. فشوف اليوريا والكرياتينين نفس بعض، فلترد بارشلي سكريتد، هنا فلترد بارشلي ري ابسوربد، ليش؟ لان نحتاج شويه يوريا في الدم، تمام. طبعا برضو 125 وهنا 125، اكثر من 125 واقل من 625. اما اللي هو البي اتش اي احنا قلنا هو ايكوال للرينال بلازما فلو، بالتالي هو ايش؟ ايكوال ل 600 625 حسب الرينال بلازما فلو، فلترد وكمبليتلي سكريتد، يعني كومبليتلي يطلع من الجسم. لو كان الفلتريت الكليرنس اكثر من 625 اللي هو مثل الامونيا، والامونيا دي فلتر سكريتد اند سينثيسايز باي تيبيولر سيلز، لان التيبيول هي اللي تصنعها، فبالتالي حتشوف كليرنس عالي جدا، تمام. طيب هنا المقارنه بين كليرنس اوف سبستنس و كليرنس اوف انيولين. طبعا انيولين اللي يعني اللي يساوي الانيولين ايش؟ كليرنس اونلي فلترد نوت ريابسوربد او سكريتد، اللي اكثر من الانيولين كليرنس سكريتد باي نفرونتيف اي يكون سكريتد، واللي اقل من الانيولين ايش؟ ريابسوربد باي ذا نفرون. هذا الكلام اللي مكتوب هنا هو نفسه اللي قلنا قبل شويه، الكلام اللي قلنا هنا اللي هو الفراكشن الفلتريشن فراكشن. اذا كذا نعيده سريع، الرسمه دي يعني تكون اوضح شويه لو سويناها زي كذا. هنا حطينا صفر، هنا واحد، وهنا خمسه، وقلنا هنا ايش؟ ان هذا الجدول هو كليرنس على جي اف ار. طيب الكليرنس على جي اف ار هنا الانيولين، طيب اي شيء اي شيء فوق الواحد يعني اكثر من الانيولين معناها ايش؟ معناها هذا يعتبر سكريتد، تمام، سكريتد في التبيول، يعني مور كليرنس، يعني كليرنس اكثر. طيب واي شيء تحت الانيولين او اقل من واحد معناها ان هذا ري ابسورد. طيب يعني ايش؟ يعني الكليرنس حقه قليل مره، الكليرنس حقه رقم الكليرنس لما احسب الكليرنس حيطلع لي رقم جدا قليل. اقدر اعطي امثله، صفر مثل الجلوكوز، تمام، وخمسه مثل البي اي اتش اي، وواحد مثل الانيولين، وممكن احط خط هنا مثل ايش؟ مثل الكرياتينين. طيب فهذا اختصاره حيكون بذا الجدول. طيب نجي على ميجرينج جي اف ار باي انيولين، نفس اللي قلنا احنا نقيس الانيولين عن طريق الجي اف ار. طبعا انيولين از نوت نون توكسيك، يعني عشان كذا نقدر ندخلها الجسم، فريلي فلترد نوت سكريتد نوت ري ابسوربد، الامونت فلترد ايكوال امونت اكسكريتد. طيب فالقوانين كلها ما يحتاج نرجع نفصلها ونطول فيها، خلاص نعرف ان الجي اف ار equal the concentration of inulin multiplied by the urine flow على the concentration of inulin داخل الدم اللي هو الـ PN أو الـ P inulin. طيب
هنا ايش الكرايتيريا فور اوف ا سبستنس يوز فور جي اف ار ميجرمنت؟ ايش الاشياء او ايش المميزات في السبستنس او ايش انا احتاج في السبستنس عشان اقدر اقيس فيه للجي اف ار؟ يعني اذا انا جيت اقيس الجي اف ار هستخدم ماده معينه، لكن هذه الماده لازم يكون فيها شروط تنطبق عليها. اول شيء اللي هو انه يكون فريلي فلتر زي الانيولين زي الكرياتينين، برضو not secreted not reabsorbed زي الانيولين وشويه زي الكرياتينين، برضو non toxic يعني انا ما اقدر ادخل الجسم شيء سام، ايضا not metabolized in the nephron يعني النفرون ما يصنع. ليش؟ لانه لو النفرون يصنع زي الامونيا زي هنا الامونيا فالكليرنس حيزيد، فانا ما اقدر احسب الكليرنس او ما اقدر احسب الجي اف ار عن طريق الكليرنس اوف امونيا. ليش؟ لان التبيول نفسه حيزود لي كميه الكليرنس لانه هو اصلا يصنع، ابغى شيء ما يتصنع داخل النفرون. ايضا ايزلي ميجر، القياس يكون سهل، كليرنس ايكوال جي اف ار مثل الكرياتينين ومثل الانيودين. طيب نجي على الميجرينج افكتيف رينال بلازما فلو باي يوزينج بي اتش اي كليرنس. كيف نقيس الرينال بلازما فلو؟ عن طريق البي اي اتش اي اللي هو احنا قلنا ان البي اتش اي اصلا ايكوال لايش؟ ايكوال للرينال بلازما فلو اللي هي 600. طيب لما يكون البي اي اتش اي كونسنتريشن از لو اتس كومبليتلي اليمينيتد فروم بلاد باي سنجل سيركيليشن ثرو كيدني، يعني سدس باي فلتريشن وخمسه سداس الباقيه باي سكريشن. يعني مثلا انا عندي كميه خلينا نقول 600، تمام 600 هذه 100 منها حيصير لها ايش؟ حيصير لها فلتريشن و500 حتعدي في الدم، بعدين ال500 هذه حترجع سكريشن للتبيول وتطلع. فعشان كذا قلنا ال 5 اسداس او ال500 هذه يصير لها سكريشن و100 منها يصير لها فلتريشن وبعدين كله توتالي كله ايش؟ اليمينيتد برا الجسم او يطلع من البلد. سو the volume cleared from the BHA أو clearance، الأشياء اللي إحنا clearance هذا هي نفسها إيش؟ هي نفسها renal plasma flow. so RBF equal هذا كله يعني equal 600. طيب برضو نفس الأشياء اللي يعني سمحنا بس قاعدين نعيدها. actually clearance of BHA doesn't measures RBA renal plasma flow to non-functioning area of kidney that don't filter or secrete BHA. مثلاً ايوه هنا ايش معناه او هنا قصده ان كليرنس حقه البي اتش اي ما تقيس لي الرينال بلازما فلو في الاماكن اللي هي نوت فانكشنينج، يعني في الاماكن اللي هي ما هي شغاله اللي ما تسوي اصلا فلتريشن، مثل ايش؟ مثل الكابسول البري رينال فات والميدلا. ما اقدر احسب الرينال بلازما فلو للاشياء هذه وهي اصلا ما تسوي سكريشن ولا تسوي فلتريشن. فعشان كذا البي اتش اي كليرنس بس يقيس الافكتيف رينال بلازما فلو which about 85 to 90% of the total flow. يعني هو يقيس لي تقريبا 85 الى 90% من التوتال رينال بلازما فلو. ليش؟ لان في مناطق في الكدني واللي هي تمثل 10% الى 15% ما يصير فيها سكريشن ما يصير فيها ريابسوربشن، فبالتالي ما اقدر احسب بالضبط كم. فالقيمه اللي تطلع لي في البي اتش اي غالبا ما تكون، يعني مثلا هنا حيطلع لي 600 تمام BHA 600، لكن في الدم حوالي 10% باقي. ليش؟ لأن في مناطق زي ما قال ما تسوي reabsorption ولا تسوي secretion، فالBHA اللي بقي فيها ما حيصير له secretion تمام، فحيضل في الدم، فحيبقي دائما في الدم حوالي تقريبا 10% ما ينقصون. فهنا لو مثلا طلع لك 600 خلاص زيد عليها 10% زيد عليها 10% ويطلع لك الرقم بالضبط. طيب measuring filtration fraction واللي هو قلنا عليه ايش؟ GFR على renal plasma flow او الفلتريشن fraction. هذا شيء ثاني هنا اللي هو GFR تقسمه على total renal plasma flow. الحين مره قسمنا الكليرنس على GFR واللي هو اسمه fractional excretion، لكن هنا نتكلم عن الفلتريشن قبلها، فهنا نقسم الجي اف ار على الرينال بلازما فلو. وان جي اف ار على التوتال رينال بلازما فلو اللي هو 125 على 625 اضربها 100 عشان اخذها نسبه حيطلع 20%. سو اتس ايكوال اباوت 20%. عشان كذا ان براكتس جي اف ار از ديتيرمند باي انيولين ورينال بلازما فلو از ديتيرمند باي بي اي اتش. طيب نجي على الجي اف ار ميجرمنت اوف جي اف ار. أول شيء is considered the best overall index of kidney function in health and disease، يعني
فهم يعتبروا ان الجي اف ار، قياس الجي اف ار يحددهم عشان يشوفوا الكدني هل هي فانكشنينج ولا فيها ديسيز وكيف صحه الكدني. طيب ثانيا اذا كان في عندي ديكريز هذا الشيء حيحدد لي ايش انديكيت. اول شيء ممكن في تيبيولار ديسفانكشن، ما التبيول ما هو قاعد يشتغل بشكل كويس، decreased endocrine metabolic renal functions يعني الاندوكراين ما هي شغاله بشكل كويس. ثالث شيء لو كان عندي decrease هذا او يعني انه يصير في عندك decrease في الجي اف ار يعتبر detection ليش staging of acute chronic renal disease، يعني حسب نسبة الجي اف ار او حسب كمية الجي اف ار تتحدد الكرونيك رينال فيلر. عشان كذا قلنا في البداية لما يوصل الجي اف ار اللي حوالي تقريبا 25 هنا نسوي دياليسس، 30 25 ما ادري كم رقم بالضبط، لكن في مرحلة معينة حنسوي دياليسس لان انت عندنا الحين رينال ديسيز او اكيوت رينال ديسيز. طيب كيف نقيس الجي اف ار؟ عن طريق الانيولين، برضو عن طريق الكرياتين ممكن، واخر شيء عن طريق هذا الشيء حنشوفه بعدين اللي هو الاستميت كرياتين كليرنس، برضو السيستاتين كليرنس. طيب بالنسبه للانيولين، انيولين مثل ما قلنا بيست ستاندرد سبستنس، افضل شيء ممكن نقيسه لانه 0 ام اس و 0 ام ار. طيب طبعا ايش المميزات حقته؟ انه فريلي فلترد وانه ايش ميتابوليك ان ميتابوليك ميتابوك metabolically inert and cleared only by kidney، يعني ما حد يلمس الانيولين الا الكدني. فعشان كده احنا نضمن 100% ان كل كمية الانيولين اللي دخلناها كلها هتروح للكدني، الليفر ما له علاقة فيها ابدا. اما سيئاتها ان هي ايش difficult وتاخذ وقت، وانها not suitable for outpatient use، يعني لو البيشنت ما هي مناسبه للبيشنتس اللي حيطلعوا برا المشفى، مناسبه للبيشنتس اللي حيكون مثلا منوم في المشفى وزي كذا. الكرياتين عندها طبعا هي freely filtered partially secreted thus the excreted amount in urine is more than that filtered، فعشان كذا الكميه اللي يصير لها excretion اكثر من الكميه اللي صالح فلتريشن. ليش؟ لان انا سويت فلتريشن لكميه وبرضه حجيب كميه من الدم وازود عليه، فالكميه اللي سويت لها فلتريشن كم؟ 120. الكميه اللي طلعت في النهايه شفت انها 150، فالكميه اللي طلعت اكثر من الكميه اللي اتفلترت. ليش؟ لان في كميه صالح سكريشن. هذا معنى الجمله اللي هنا. طيب عندنا الادفانتج انه هو طبعا جود ميجرز اوف جي اف ار بيكوز اتس ناتشر يكون في الدم اصلا، وان ليفل اوف بلاد يظل كونستنت. لكن عنده سلبيات واللي هي ان البلازما كرياتينين يكون ايش اول شيء لما يكون نورمال. طيب يعني بلازما كرياتينين ليفل ات نورمال جي اف ار تختلف من شخص لشخص اكوردنج تو حسب العمر، حسب السكس سواء ميل او فيميل، مسل بلك لانه هو اصلا ويست برودكت من المسل، وايتنج ميتس يعني ما هو اكيوريت، ما هو كل الناس عندها نفس النسبه. هنا في الانيولين اقدر احقن خلاص 100 تمام، سواء حطيتها في شخص عمره 20 30 40 سنه ما يهم، هي نفس الكميه. لكن هنا تختلف الكميه بحكم انه هو اصلا شيء طبيعي موجود في الدم، ممكن ناس عندها يكون عالي الكرياتينين وناس عندها قليل. Elevated serum level of creatinine usually indicate reduced GFR، يعني لو الكرياتينين عالي معناها GFR قليل واللي شفناه في الرسم فوق. But normal level doesn't include possibility of reduced GFR. فالكرياتينين starts to increase only when GFR decreases by about 50%، يعني الكرياتينين ما يزيد إلا لما GFR يقل أقل من 50% أو يقل 50%، يعني هو 120 يصير تحت 60، وقتها الكرياتينين يزيد. عشان كده شفنا هنا ان الكرياتينين ما هو قاعد يزيد كثير، نسبة شويه قليله، لكن تحت بعد ال 50 لما وصل لل 50 لما وصل الجي اف ار لل 50 زاد الكرياتينين بشكل عالي. طيب هنا عندنا الكليرنس to improve the estimation of GFR from plasma creatinine level which include variables like age and can be used most widely employed best validated for using Koch, Croft and Gallot. في عند اللي هي المعادله هذه هي افضل شيء نستخدمه عشان احنا نتجنب الخطأ ونتجنب النسب المتفاوتة في الناس الكبار والصغار والوزن والعمر والنوع والكلام ده. فيستخدمون هذه المعادلة وخلاص يطلع لهم شيء أكيرت تقريبا أو شيء مناسب شيء صحيح. آخر شيء عندنا السيستاتين. ذا سيستاتين is a protease inhibitor that is produced by all nucleated cells، أي سل عندها نيوكليوس تسوي إيش؟ تسوي سيستاتين.
طبعا هذا حيسوي لي cleared يعني هذا السستتين cleared by the glomerular filtration produce production is independent of muscle mass or sex. يعني التصنيع حقه ما يعتمد على كمية العضلات أو كمية الكتلة حقة الجسم أو حتى نوعه هل هو male أو female. برضو إنتاجه ما يعتمد أو ما يتأثر بال سواء كان في كانسر او انفلاميشن او زي كذا. فعشان كذا لو مثلا لا سمح الله شخص عنده كانسر او شخص عنده التهابات او زي كذا ويبغوا يقيسوا له الجي اف ار ما يستخدمون الكرياتين، تمام؟ يستخدمون السستين. ليش؟ لانه هو ما يتاثر بالحالات اللي هي معه. عنده ادفانتج انه هو نوت سبجكت تو تشينج ان دايت ماسل ماس، فما هو ما يتغير بسبب هذه الاشياء عكس الكرياتين اللي ممكن يتغير. برضو فهو يعني better sensitive marker than كرياتين مثل ما قلنا، أفضل من الكرياتينين. ليش؟ لأن ما الكرياتينين يتغير حسب الحالة، أما هذا ما يتغير. لكن عنده disadvantage واحدة اللي هو it's very expensive، غالي مرة، فمو أي مشفى تحصل يستخدم السيستمين ده. طيب آخر شيء، هذه هي نفس الميثودز بس إنه ريفيو ما يحتاج نقرأ. يعطيكم العافية.